تحبي وصلك مدام؟ لا شكرا لك، هلا منلاقي طريقة. خلص راح وصلكم معقول؟ وين رايحين؟ شكرا كثير لك استاذ، الاشخاص المناح مثلك قلال. طيب وين رايحين انتو؟ اما عشي فندق قريب من هون او وصلنا على اي مكان مناسب. تمام تفضلي راح وصلكم، رجاء مدام اطلعي. مدام؟ تفضلي يا سيد. سيد؟ لازم يوافق هلا. هو ما رح يروح معنا لأنه معصب مني، لأن راحت عليه رحلة القطار. أنا آسفة بس ما بقدر أمشي أسرع. أنت بتعرف السبب. حاج بقى بلا انتظار يا أبو ناندرام. قالت أبو ناندرام؟ ناندرام اسم حلو مو هيك؟ ايه فعلا اسم حلو فعلا. بال اعتذارها ابو ناندرام. اوه ماي جاد، يعني ما لازم تخلي هيك شغله تاثر على الطفل. يلا ارجوك ارجوك سامحني وقبل اعتذاري يا ابو ناندرام. يلا ايه ما عم نحسن نتواصل معهم، شو رايكم نروح ندور عليهم؟ يلا. يلا لك ما بتعرفوا شو في على الطريق، وشوي تانية بتعتم الدنيا. شو؟ إيه إلا ما يلاقوا طريقة رح يعملوا المناسب على حسب الموقف. أنا كل قلقي على ريا، هي كتير بتخاف على أخي. يا ريت فيني يحكي هيك عن مايانك، لأنه مو فرقان معه وجود إشكي أبدا ومبسوطة أو لا. أنا راجعة. سونو ما تحطيهم ورا، بياكلون الشبح. انت اكبر شبح عرفته، بتضل عم تاكل. شباب شباب اهان خارج التغطية، ليش عم بدق له؟ عيب عليك تقاطعهم. شو؟ يعني هلأ بيكونوا عم يدوروا على سيارة إجرة، لهيك خلينا ما نقاطعهم يدبروا حالهم. خلونا نروح، لسه لازم نوصل ريا وميان. كيلا يلا. هالخلافات كتير واردة، لازم تتجاهلها عادي بتصير. هلأ من شوي كنت عم قله نفس الشي بس هو ما بيسمعني أبداً. ليش؟ ليش هيك بتتصرف يا أبو ناندرام؟ لا تعيدي يا لهي. بيبين عليك لطيف بس بالحقيقة انت لئيم. طيب حسابنا بعدين. يا سيد بدو نسافر بالقطار، هيك منوفر حق البنزين. طيب قلي كيف رح روح وأنا بهالوضع وبهالحالة؟ معقول يا ابني؟ انت مهتم بالمصاري أكتر من مرتك وحملها، ما بيصير. يا سيد رح نزلكن هون، لازم تأجر رحلتك لحتى ترتاح مرتك، ولو سمحت لازم تخليها لمرتك تكون سعيدة مشان بنتك الجاية على الأقل، والخلافات بتحلوها بعدين. لازم اتصل بعائلتي. عائلتك؟ يا أبو ناندرام قلي نحن الاثنين مو عائلتك؟ لك ليش خليتها تبكي يا ابني؟ لو سمحت سامحها وراضية. راضيني ناندرام ليكي حاكي أبوكي. يلا اسمع بنتك. عن جد ضايقتيني كتير، انت يلي بلشتي، ما كان لازم قابلك وخليكي تستفزيني. تعرفي شو؟ من الأول ما كان لازم شوفك أبداً، كان لازم ضل بعيد عنك من بداية تعارفنا. حاولت بس لما ما شوفك بشتاق لك وبضعف وبضل طول الوقت عم أسأل حالي كيف هلأ يا ترى، منيحة ولا لا؟ بضل خايف عليكي وما بعرف ليش بضل خايف عليكي. تعرفي شو؟ ليكي أنا عملت كتير شغلات كرمالك بس بحياتي ما رح أقلك شو يلي عملته.
في داعي أعرف إذا كنت حكيت أم لا، فرح أعرف بعدين. حاربتك وزعجتك، جادلتك ولطفنا بعض، بالآخر بعرف إنه أنت بحياتي دايماً حتضل موجود. إيه ها، برافو عليكو. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.